ده انا سبت مصر اساسا عشانهم. يعني سبت يعني كل واحد ساب والده ووالدته وهي كمان سابت والدها ووالدتها، سابت الدنيا دي كلها علشان يكون للابناء مستقبل احسن. I feel inspired every time I speak about this man. المرة الوحيدة في حياتي اللي ما قدرتش اضبط نفسي على وجه الاطلاق، انهيار. انا بقول للقباط انت هنا على قدم المساواة في مواطنة كاملة مع اي شخص مسلم داخل البلد. شبهنا فعلا وحسينا ان العالم ده ولا حاجة بالنسبة لنا. فمن ذلك التاريخ بقى كان التيرنينج بوينت، نقطة التحول يعني. وأنا بس اسمع يا أخي، المسلم بيروح الجامع والمسيحي يروح الكنيسة. مرة الأسبوع ده واحد بيكلمني بيقول لي عايز أعيش سعيد، إيه التدريب اللي عملته؟ قلت له طب هقول لك تدريب. بابا شنو ده؟ أنا عرفته في الدير، اتأثرت كلامه في الدير. شوفوا إحنا لازم نحطه قدامنا قيامة الأموات، كل الحاجات في الأوتين سين نحطه، العصافير أخذته أو السمك ما نعرفش. وبعدين قعدنا ما معنا سنة 59، ودي كمان كذا مرة عشان ما يدخلوش 2 رهبان لازم يكون 15 سنة راهب. ليه؟ بس أنبا صموئيل كان الهرم المتنقل. يا رب اخسر من يصلح للقرص وابعد من ما يصلحش للقرص. مرة تانية أعزائي المشاهدين، مع سيدنا الأنبا مكاريوس في الرحلة الطويلة عبر سنوات وبطاركة وشخصيات وأماكن كانت في حياة سيدنا الأنبا مكاريوس، في كفاحه الطويل وحبه العميق وعشقه للكنيسة القبطية والكنيسة الأثيوبية، وفوق كل هذا تلمسته لربنا يسوع المسيح. نكمل مشوارنا مع سيد بابا شنودة. الأخير زي ما بقولوا بالعبري، آخرون حبيبي عن في الآخر. بابا شنودة أولا أعرفه من في الدير، بيجي بيكلم مع سيدنا والعرب بتاعه غير عرب الناس. وبعدين أبونا أمس متى مسكين قال له علمه فرنساوي، حلو قوي في فرنساوي قواعده. وبعديها أخذت في الجامعة، بس طبعا ما استعملتوش. الكشكول احتفظت به 24 سنة. بعدين مع المكتبة بتاعتي راح. يعني بابا شنودة علم نيافتك فرنساوي في الدير. في الدير اللي تعلمه من أبونا متى. لما جي يعني أبونا متى علم البابا شنودة، والبابا شنودة علم نيافتك فرنساوي. لا لا لا، هو اللي قال له علمه لي يعني. لما رحنا إكليركية بقى علمني سنة، أفتك سنة ونص ولا سنتين، وبعدين راح الدير. في الدير بقى كنت بقابله في أغسطس في صيام العذراء أروح. وبعدين لما ترسم أسقف سنة 62، أنا كنت رايح الفاتيكان مجمع أتقبلت بقى. مين اللي بعت نفتك الفاتيكان؟ كنيسة. كنيسة أثيوبية ولا كنيسة لا لا الأثيوبية. أو قبلها خدوني للهند سنة 61، مجمع الكنائس العالمي في الهند. ممثل الكنيسه الاثيوبيه. لا وفد من وفد عشان عندنا المطره. فبعثوا لي استماره. كتبت عليها الاستماره اللجنه عاوز كوبريشن بتوين مان اند وومن تشيرش سوسايتي. لما رحت هناك انا الاصغر واحد وانا الارثوذكسي. بعدين قلت لهم عندي راي في كل حاجة، كان بيشوفوا ياخدوا رأي. حتى في وومن أوردينيشن أخذوا رأي إن أنا عرضت. قلت لهم ما عندناش دليل رسول العذراء مريم أقدس ما هيش قسيسة. مظبوط. قلت لهم كده. بعدين قلت لهم بقى
ده بيقول it said cooperation between men and women church society what about family قلت له the more skeleton of of society's family حطيناها بقى family church and society حلو بعديها كل طلع ده طيب. سنة 62 بقى بعثوا لي جواب ما طيب. قالوا ليش المجمع الشكلي حيكون ايه قلت لهم ده قالوا دلوقتي اسبوع هضيع فلوس الكنيسة ما انا ما فكرتش بكده قالوا لي روح رحت بابا يؤنس طبعا كان عشان عيان وكبير كان عيان قابلت كاردينال بيا البابا يوحنا قصدك لا لا لسه لا لا في بولس السادس بولس السادس ما بس ما ترسمش كان في كاردينال بيا جنرال بتاع تشيرمان بتاع علاقات بروموت علاقات الكنائس حتى اتذكر لما حطيته في النص حول قلت له لا لازم تكون وبعدين جاي واحد من الشرقين صورنا قعدت بقى بتاع سنتين شهرين كده المجمع المقدس ده المجمع البيتي المجمع ده طبعا انبسطت انا انبسطت ده تاريخي سيدنا المجمع البيتي بدل ما نعطي كل واحد دهر انه وش لوش عرفنا بعض وبعدين لاحظوا مجمع الفاتيكان الاولاني قالوا اللي هم بر حظيرة كاثوليك تعالوا لكن ده لا كتبوا جواب وبعثوا الناس قالوا تعالوا انتم مرقبين وبعدين نرجع تاني لبابا شنودة بقى سيدنا نيافتك لا لما نخلص الفاتيكان اسف الفاتيكان بعدين الثاني بعت واحد ثاني الثالث ما بعتوش حد عشان انا كنت في نيجيريا اونوجو في مجلس كنائس افريقيا مجمع اللي هو الخامس بقى بعتوني قعدت بقى من اوله أنا كنت متحمس على ده لو يحصل غلط كنت بتكلم بالمفتوح إزاي مرة واحد في البولت بتاعتهم مسائي واحد كتب يقول إيه لو في السماء بيكون فرح كبير أو لما واحد يبقى كاثوليكي أنا اعترضت قلت لهم لا الإنجيل ما قالش كده الخاطئ فرح بخاطئ سواء حنشوف المسيح حندخل من الشباك او من باب حنشوف كلنا فانا عاوز اقترح انا عاوزكم تعطوا الخبز اللي جعان ميه لعطشان ملابس لعريان بلاش تيجوا عندنا ولا ما اعترضوهاش برافو سيدي وفرو برو اورينتا كمان 67 لما روح كان واحد يقول ليو جريت قلت له لا وي ار هير ان اوردر تو كام توجذر دونت منشن سمثينج ذات واز كوز فور اور ديفيجن صح بعدين الشيرمان حطوها في منت ما الشيرمان قال اسمع يا ابا بيتروس احنا بنقصد بالنسبه لنا قلت له بالنسبه لكم احنا نقبلها بس هيك ما تحطوش الناس اللي كانوا في عصرنا انشقاقنا ما نذكرهمش خلينا عينينا لقدام مش لورا عينينا للحاجات اللي تقربنا من بعض المهم حاجه ثانيه بقى ايه عملنا ثاني بعدين لما رحت بقى كان بابا بولس السادس راجل متحنك جدا وعندي صوره معه حتى في الحفله اللي فاتت انتم حطيتوها اللي احنا انا ككاهن لازم ابوس ايده هو عاوز يحترمني قلت له يو افتر اول يو ار ا فاذر الابن الدال هو اللي وطى الاب قلت له ما احتاجش هو وطى ايده قعدنا بقى تكلمنا اعطاني هديه
قال لي بس صغيرة. قلت له Your Holiness, I don't have to look to the gift, small or big. I have to look to the one who gave me who you are. The giver. ضحك. ضحك بس ما صوروش عشان ما قالوش تعال. ضحك. فأنا قلت له الراجل عظيم يا سيدي في بلادنا لا 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 كلهم. أنا لما بروح روما بروح فاتيكان القبر بتاع الاثنين بقول لهم دول البتاركة اللي احنا نعترف بيهم. ف وجون بول برضو نيافتك جون بول جون بول ما رحتش. ليه ما رحتش؟ عشان ما اجيب سبب لك بين الكنيستين عشان انا لاقي ما رحتش ما رحتش مصر اللي عشان ما اجيب السبب. ما انا هربت من الحكومه الشيعيه ومن دول يعني بعد اريتريا بقى ما بقت فيها حكومه شيعيه. لا لا اريتريا خلصت بعد اثيوبيا. فنيجي بقى حكايه بتاع اريتريا. اسكندريه تعاطفت ولا ما تعاطفتش؟ القانون اللي بيقول اللي حصل كان في سوء تفاهم قبل رسامات الباترة القاسليق ده عشان الأبهات المطارنة قوم قالوا لهم لازم نبعث قصد الرسولي يعرف دي سببه. الإثيوبيين قال لهم ابعثوا. أمباتو ماس قال لهم طيب وحيسكن فين وحتحط له عربية ايه ده يعني كان ممكن يرموه في الشارع يعني. لما قال كده قالوا له هو جاي يمثلنا احنا ولا جاي يمثلكم انتم؟ قالوا له احنا اذا انتم تعملوا يعني اللي اعطيتك بتاع ليه كنت اعطيتك الورقة بتاع اللي فيها انجليزي اي موجودة هنا سيدي. ما انا دور كده انا هدور هنا اي سيدي عشان دي هتشوف ارتريا اتدلعت قوي. وبابا شنو ده قال لهم اي ورا هنا سيدي. لما انا قلت له الرئيس قلت له اسكندرية بتقول احنا عاوزين لا الانجليز عاوزين اسكندرية بتقول احنا عاوزين اه لقيته رعاية مش رئاسة. هنا ما كانش كده. هنا في الداب مش هيطلع مش هتقدر تصوره حطه جنب السمين. قالوا لازم يحلفوا انهم يكونوا تابعين للاسكندرية واللي في اسكندرية وكل. بابا شنو ده مال؟ انا مرة كنت بترجم حاجة وبعدين قلت ايه اورزي نصلح قبل سيدنا ناداني قال لي نغير ده. قلت له لا سيدنا ما دلوقتي ادسك شاهد اللي بيحلف بيقول امام محفل الكنيسة وامام قداسة البابا. فمش مش اسكندرية مش بتعمل اي حزام عشان دي انا عارفها. اما دي بتقول بيحلف. وبعدين البابا نفسه بابا اسكندرية مرتين راح اريتريا. اولا رسم لهم جلسوا هناك ورسم الثاني وعمل لهم ميرون 160 لتر ميرون. اثيوبيا بابا يؤنس بعت لهم صفيحة واحدة استقبلوها من محطة القطر بالطبلة. ما عندهمش. ف طب سيدنا انت نيافتك شايف انه البابا الاريتري اللي محطوط في السجن ده رأي نيافتك فيه ايه؟ شوفوا انا مش بتمنى. انا كلمتهم مره
I have to say it in English. If it has happened something undesirable, Alexandria withdraws the recognition of the church, and they will never get someone to ordain for them. We still recognize the patriarch, which is in the prison, and we mention Alexandria him. Alexandria said on the prayer, remember him, but not that, you know what happened. The one on the name of God was ordained is still alive, good health. The man, the one they ordained on their name, died. He stayed for 2 years on bed or in bed just to smell and see. I don't think so, he was listening. He died. You're right, Sayyid. He died. More than that, the prelate, the one who's with Rome, when they invite him saying, come, and 2 people with you, he refused. And they asked him, why you didn't come? He told them, we are in different somewhere, but not in canon law, church law. We are together. It is not legal to ordain or patriarch on the life of other patriarch. صح يا سيد. ده موقف طبعا. Courageous, he said that. Why I said this? In order they understand it. Yes, you said, you are right. Look, I have experience with God. I have experience. Diocletianus persecuted the church. He killed many martyrs. But at last, the church win. No one else. Herod's. He beheaded St. John the Baptist, but afterward we won. He disappeared because they call, Rome called him and they sent him to Gaul. Gaul, a French now. And then his wife, at the same time, she was his sister-in-law and his nephew, niece also, because she was of one of Herod's, the great, both of them, they went. Like someone, if you throw water, it doesn't appear. And the government will be in disturb, but I wish the people will understand that. لأن رحت القدس أتعلم في جامعة العبرية. شفت الأقباط والأحباش بيتخانوا عشان بلاطة. قلت لا، المسيح ما مات من أجل البلاطة. وبعدين اللي حصل، محافظ القدس أنور نسيبة محامي الأقباط أو المصريين. أنور خطيب التميمي الاثنين فلسطيني. محامي الاثيوبيين. فمن الاثنين بقوا ورا الثاني محافظ القدس. فانور نسيبه بما انه متعلم جدا. يعني باخذه مثلا في حفله بنتقابل واقول له يا ابو فلان الحكومه بتاعكم بدها تسمع غنوها. احنا برا هاي احنا اخوه كنيسه واحده. لما ما فيش رحت أتعلم، ده سبب تعليم العبرية. قلت إيه؟ مسيح مات من أجل الناس، مش من أجل البلد. برافو سيدنا، صح يا سيدنا، صح. والحمد لله، بالرغم المطران قال لي كنيسة بعثتك، قلت له لا، ما مين؟ أنا. ليه؟ أنا بفكر عشان أنفع للكنيسة في المستقبل. وتعلمت نيافتك عبري بقى. أخذت شهادة هم. شهادة ماجستير. ماجستيرنا. من العبري من الجامعة العبرية وسكولرشيب كان عندهم والسبجكت اللي درسته ايه سيدنا؟ اللي هو تاريخ الكنيسة وتاريخ الشرق الأوسط كله تاريخ الكنيسة تاريخ الشرق الأوسط القديم والحديث لحد 1500 لحد ما قوم العثمانيين فالحمد لله اللغات شوفوا أنا مش ربنا اللي علمني لغة أمي تيغرينيا
أمهاريك لغة الدولة، جئز لغة الكنيسة، وفير لغة العصافير، ما حدش مش كلهم لغة العصافير، وإحنا رعاة كنا بنكلمها. لما بعد الأحيان أنا ببدأ فيها لوحدي مش كلهم هيسمعوني. يعني إيه لغة العصافير؟ الرعاة اختاروا اللغة. زي ايه سيدنا؟ يعني كلمني بيها كده مثلا. ها؟ بتكلم ازاي مثلا لو قلت لك صباح الخير بيها تقولها ازاي؟ بالعربي؟ لا باللغة العصافير. حسن دو حسين خاصة حسن سياسة زاربة سقاقة زلقصو. هي تقرينيا تحط وتيا بس سا تدخلو. سا 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 عشان كده سموها لغة العصافير. العصافير سموها بعدين العربي عربي اللي بكلمهم يعني، وشوية انجليزي وعبري وتولياني. بدبر حالي زي ما بقول الشوام. بتعب إيطالي. بدبر الشوام. لكن ألماني وفرنساوي لا. لا فرنساوي بفهم، وعشان سيدنا أرنم وبعدين درست في الجامعة، بس عدم إهماله. عشان ما بتستخدمها للإهمالة. لما بخون مضطر لما هم سبعة مش كتار يعني سبعة. وبعدين اللي بنقرأ يوناني وابتباء قرايه. ابتي القواعد كنا حافظين كويس قوي. أبونا تيودروس كان خطه حلو وموعد حلو. وبعدين دكتور شاكر برضو من حيث من حيث قواعد كويس، بس ما خلفش. انا عارف سيدنا ما خلف دي اللي انا زعلان. طيب سيدنا احنا هنختم بكلمه عن البابا شنوده، تقول لنا عنه ايه؟ ده بالنسبه للتاريخ، بعد كده طبعا هنتكلم. ما شوف شعبه كله عارفه. انت تقول عليه ايه؟ انا اقول لك تاريخ البابوات. يوم ما عمال احتفلنا بعيد 25 جبتها حتى ناس جبت البابوات اللي أساميهم تكررت اللي ما تكررتش. بابوات اللي عاشوا فوق قارو كنيستنا فوق 40 سنة. كل واحد له موهبة. وبرضه دلوقتي مع بابا تيودروس كتب بابا تيودروس استمر في الخدمة برضه. فالناس لما بيقولون حاجة أقول لا، سيدنا قال لي روح اخدم. بابا شنو ده؟ شوف هو أقل من ماري مورقس، عشان ماري مورقس رسوله. كلمة كبيرة. لكن سيدنا إيده مفتوح جدا. أنا زعلان دلوقتي. سيدنا عم بيؤنس بيعرف كتير قوي، بس في ناس كتير سيدنا عم بيؤنس ما يعرفهمش. السيدنا كان بيعطيهم سر. دي انا صعبان علي الاسر دي. يعني ضعف لو راح مش قد كده. لكن سيدنا أبا يؤنس عارفهم كتير قوي، ولابد هو هيستمع. انا اتذكر واحده لما سيدنا توفى اتصلت بي بتقول لي كمل المشوار. قلت لها المشوار ربنا اللي بيكمل، ولا قلنا بعدين كمان توفت. دولك. طيب يافتك شايف امال الكنيسه مع البابا تودروس ايه بقى؟ سيدنا البابا تودروس دلوقتي في التاريخ المعاصر، يافتك رابط ما بين التاريخ وما بين الحياه المعاصره، امالك ايه للبابا تودروس واحساسك؟ لازم إيه؟ نفهم احنا البابا برضو انسان. لازم يرتاح في ايام ويعرف خلوه برد يشحن. ما يقولش يقولوا كل واحد عاوز البابا البابا. لا ليه انا مثلا هنا في كنيسه ما اروحش اقول لهم ابونا موسيس وابونا سلام لو عاوزين يستعينوا بي قبل ما تيجي اقول ساكر ما خانش كنت بروح اي بيت. شعبنا ما بيشبعش من خدمه البابا. مظبوط. بابا يعني زي ما بقوله ف
في القواعد العربية على وزن الفحلالة، على وزن مكان بيحصل لبابا شنود، وهو عيان يسلم عليه يقول نتصور، وبعدين سلم من أجل فلانة وعلانة ولان، أم بابا تيودروس بد يريحوه، المفروض يريحوه نريحه. يعني أنا مثلا عندي مسؤولياتي لحد، طبعا لو في عاوزة قرار لكن مش عاوزة قرار لازم نكمل شغلنا. لما حصل مرة في كنيسة ما اتصلوا بي، بعدين قلت أخ عزيز أنس جنبك، عشان قلت ازاي نقول لسيرنا، قال لسيرنا مكتبه. طيب وقتين قلت له سيرنا في موضوع حصل ما نقدرش نخبي، لازم قرار من قداستك، قرار لازم البابا يقرر. لكن حاجة تانية هقول لك، لما كنا في الدير كان واحد يقول ايه ان شاء الله تبقى مطران، تبقى مطران بالنسبة لي حلمة. وبعدين أنا قبل ما يسبقني قلت له إن شاء الله تبقى باترك، قال لا ما تقولش كده، ليه مطران بس، قال ما تقولش باترك بابا شنودة واحد ما تقولش كده، ما قلت له تبقى باترك، قول له مطران بس. قول له مطران بس. قلت له إيش معنى مطران باترك لا، قال لا باترك أشغاله كتير أوي. ليه كلنا في الكنيسة بواب له مسؤولية، مزبوط. الفراش إذا البواب ما فتحش الفراش مش هيكنس، مزبوط. الأرابني له مسؤولية. بعد ده نيجي بقى اللي بيقرأ له مسؤولية، الأسيس أو الأسكم مش هيعملوا كل حاجة، إحنا بنكمل بعد زي السلسلة دي، صح. أكيد. فإحنا نعمل بعد ما موافقة البابا. كلمة تقولها يا سيدنا للشباب، تقول لهم إيه شباب الأيام دي؟ الشباب كتير، تقول لهم إيه؟ تنصحهم بإيه الشباب؟ بالإنجليزي ولا بالعربي؟ قول لهم بالإنجليزي، يعني الشباب أكيد بيفهم بالإنجليزي. Young generation, let me say in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, I have a word, though I didn't prepare for that, but you see, the Holy Spirit will help me. First question, are you older than your parents or the parents are older than you? They are older than us. If you consider that your parents are younger than you, I can't say. If you say, no, my parents, they are older than me, then you have to listen to them. I myself grew up, no matter the person, his religion, if he's older, always I respect the older because of his age. I had someone, I had suspicious that he's Christian, but because the Torah said to respect the old person that it is. Number one, forget about putting your heritage up. Put inside the kefalin knowledge. The Greek philosopher, they didn't have a time to go to barber to prepare. So their brain was full of knowledge. And then avoid to eat a dry salad. Mama is preparing green salad. I mean cocaine, marijuana. Believe me, in 1980 when I came to Washington, I went with the Franciscan priest. I was in Western uniform, but they were simple, to the mall because it was 4th of July. I smelled something undesirable. I said, what's something smelling? They said, they laughed. They said, you don't know? No.
they told me it's marijuana. At that time, one can use it public, but not to sell. Now, even not to touch. Avoid any, even a cigar. Avoided it. Because later you will fear. You will cry, but after times pass. Thank you. And then, do you have a sister? Do you want your sister to be a good girl? Of course, your answer is yes. Good. Then you also respect someone's sisters. Yes. Before you get married legally, don't exercise anything illegal. Yes. The word this is kabed et abicha vet imecha. Respect your father and mother. That means not only for your mother or father, those who are in all of them. Now you are young, especially those born in the country you speak or you grew up. Read. And then you have the book of Ecclesiastes, chapter 12. If you read it, you can find. Do you know that the Jews, if you don't believe me, ask us, any Jewish. They have Chamesh Megillot. One of them, it is a book of Ecclesiastes. In chapter 3, when they found something, the man said, who knows that if the soul of man is going up or down? And they said, well, this is, you have to throw back, you see, after they read all of it. In chapter 12, verse 12 and around, they found it. Fear God and keep his commandment. And you also look at that. Learn Abishalom. The name is good. My father is peace. Trespasses several things. Among them, he wants to take his father's throne. The result, you know it. Always respect any person. Fear God and love your parent. Love anyone. And while you are studying, don't play with your hair if you are a girl or looking on the mirror. Feel your brain knowledge. Do you know, as a student, I never enter a class after the professor enters the class. As a lecturer at university or high school, I never allowed a student to enter the class after me. Always I said, if my subject is not good, you can leave, but not to enter. Make discipline to yourself. You must have a discipline. Do you know one of my professors, I respected him. He had 2 PhD from Europe. And then some people, they asked him, why you don't, with us all who are nervous, not with this man. He told them why. He's a disciplined man. You can see me. When I start liturgy, I can't say when I finish it, because it depends how many people they are going to go to communion. But I like to start in time. Punctuation. Don't show me that you have a gold or whatever watch. Well, you must keep it. And then when you give appointment, don't say at
or 1:30 or no, make it 1 o'clock on the hour. Why I am saying this? Because the book of Genesis, God puts everything, but don't forget the time there, it is not time what in our time, it is of the other archaeologists. Mm-hmm. They count century. Mm-hmm. We now do that. When he said, in the beginning God created the heaven and the earth and so on, first day, second day, it is not sleep and out, sleep, no. It could be generation. Era. Because we have in the book of the Psalm and then in the epistle of St. Peter, 1 year is 1,000, 1,000 is one. Yes. Now, please, avoid to dress dirty jinn. Well, one day it will come and you will see it. I will never see it. You are in a hurry to be poor. I want to leave America as it is. Mm-hmm. Big nation. Mm. Why you dress dirty jean and it's expensive also? No. Even I don't want to clean my floor because it is dry, it can't absorb the thing. Mama and the daddy, they are on the top. Right. Your older brother, your younger brother. Respect your older brother, love your older, younger brother. Mm-hmm. And anything. Mm-hmm. And don't rush when you drive. Mm-hmm. Drive according the speed limit. Limit speed. Mm-hmm. If you drive quick, where are you going to go? Mm. There is, in Hebrew, there you said, Alt maher acher tagia lamaqum acher. Don't rush. You rush to another places. Be honest with yourself. Mm. Be honest with those around you. Mm-hmm. Be honest with your teacher. Be honest with your country. Do you know that? In 1964, I was in Egypt. I took some from Egypt, a gift from my professor. I gave him in 1967. Mm. He asked me why you didn't give him that. I said no. Why? I want you to do three conscious. Number one, you see, I was not running for degree. I was running to have a knowledge, not to be shy in front of people when I speak. Now I love you. Just smile. Learn to smile also. Whenever I have time, I will tell you. For you, for those who are understand English, whether they are Eritrean or Ethiopian, or for anyone, it bothers me when it happened accident. It bothered me when some of you, because became cuckoo, smoking, and so on. No. Don't play. Don't think it's a simple, the gift that God gives you. I think it's enough with this a few words. If I say more or more, you will feel sluggish, you will forget them. Thank you, Sayyidina. God bless you, and I love you. Thank you, Sayyidina. At the end, for them. في نهاية الحديث بتاعنا احنا ارهقنا سيدنا ولكن فرحانين بالوقت الجميل اللي قعدناه لازم نفرح 50 طبعا يا سيدنا المسيح قام خريستوس انستي شكرا لمحبة سيدنا الانبا مكاريوس وصبره وكلماته المشجعة
وتاريخه الطويل اللي حكاه لنا. نتمنى كمان يكون لنا لقاءات أخرى مع سيدنا، تعيش وتبقى في وسطينا سيدنا لإلهنا المجد الدائم. آمين يا رب.